لما نلتقي بالصدفة أو بموعد لازم نلقي التحية على بعض. طبعاً إلقاء التحية بيختلف من شخص إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى. مثلاً في سويسرا بيقولوا غريتساخ هالو غوتن تاغ. غريتساخ تقال للأشخاص الغير مقربين إلا مثل رؤسائنا في العمل، وهالو للأصدقاء، وغوتن تاغ تقال في العموم. أما أول ما بيخطر في بال السويسريين لما بيلتقوا بالأشخاص العرب كلمة السلام عليكم. السلام عليكم أكيد كلمة لإلقاء التحية بس مو في كل البلدان العربية، تخص قليلا دول الخليج العربي مثل الإمارات والسعودية. أما في الشرق الأوسط مثل سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن بيقولوا مرحبا. كلمة مرحبا تقال للصغير، للكبير، لكل الأشخاص المقربين وغير المقربين. أما في المغرب العربي مثلا يقولون عسلامة، وشراك، لباس، صفاء. وانتو شو بتقولوا؟ بتقولوا مثلا أولا في الإسبانية، تشاو في الإيطالية؟ أجيبونا على lucify.ch. تشاو، أديوس، إلى اللقاء، أو في درسين.